موقع اي ديفولت لبيع الكوينز والبوينتس، سريع في التسليم، مضمون، كود الخصم تحصله تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ اهلا بكم في كريسبو الرخيص، كريسبو خرافي يا جماعة الخير. انا عندي بطاقة ورجال عندي في الاحتياط هنا، خرافي جدا يا ولد يا ولد. كريسبو كم يسوى؟ يسوى انا شاريه ب 653، والظاهر انه اغلى الان، ممكن 600 الا 700 الا الان فترة حالية. طيب يا جماعة الخير، لكن الان جايب لكم كريسبو الرخيص. طبعا انا لما اجيب لكم رخيص ما اجيب لكم رخيص ابو 2000 3000 4000، لا واحد رخيص لكن يعني تدفع عليه شوية 50000، زي نفس سالفة كريستيانو الرخيص عيال، اللي هو بنيادير. بنيادير يا جماعة الخير، طبعا تشابهون في الطاقات، في السرعة، في الشو والفيزيك هذا، وتشابهون في القدم الضعيفه يا جماعه الخير. اوكي، بنيادير يعني جدا كويس، اهم شيء القدم الضعيفه دي يا عيال، القدم الضعيفه في فيفا 17 مهمه جدا يا ولد. بدايه المقطع يا وحش، زر اللايك عشان لا تنسوا، وليتس جو، دخلونا المباراه يا ولد يلا. اوه تشكيلته جدا خرافيه يا جماعه الخير، ليتس جو ليتس جو ليتس جو. سمارينج يا شيخ، مارسيال هرب، مارسيال جولاسو، ويليامز ذا، يا سلام، اسيست من الرجال الطيب. كاميرا الملعب تحور العين يا ولد، جايه من فوق بزياده. حلوين، ويليامز مره ثانيه، يوه كيف ضيعت هذه؟ انا اعطيتها مربعين والله. اوكي يا نهايه الشوط الاول جميل جدا، سجلنا هدف الشوط الثاني، اجمل بنيادير لازم يجيب هدف، هيا بلا استهباله، هو نسوي الحلقه عن اللاعب واللاعب المبدع. والله اني جبت العيد، طلع الحارس، اوه شوي ولد، وين؟ هنا بنيادر تكفى بنيادر يو سمالينك، هنا حلو تد، يا سلام بنيادر حلوين، مارسيال تكفى يو يس، انتهت المباراة. احس اني جربت بنيادر مظبوط يا ولد. المباراة الثانية ليتس جو يلا، قلت الخص ريو كوستا ذا اللي في كل تشكيلة يا ولد، ايش فيكم انتم على سمالينك؟ لا اله الا يا اخوي، خلاص بنيادر، يا سلام بنيادر تكفى ما تطول شيء، الله يا بنيادر اخيرا يا اخي ارتاح لما اللاعب اللي اجيبه يسجل هدف، ليتس جو، الله يرحمه بنيادر اوه كمل، الله الثاني ليتس جو. طلع الحارس، لا جول، يا سلام يا مارسيال، الله دقيقة 15، 3 اهداف كوبري، اوكي انسحب وتف ولد، للاسف راح العب المباراة الثالثة يا ولد، مع اني ما احب العب المباراة الثالثة لانه الفيديو بيصير قصير، ليتس جو يلا. اي لاف يو، اوه ديبالا، اوكي تشكيلة ممتازة، ليتس جو يلا، ايوه حط، اوه اوف سايد سايد، اوه والله مو اوف سايد، الله لا 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 والسلكان، اه شوي تكفى يا بنيادير تكفى، اسحب فيه مره ثانيه، بلنتي، الله 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 يا اخي ادبي خفيف والله، بنيادير يلا نطها، ليتس جو، حلوين نهاية الشوط الأول جميل يا عيال، الشوط الثاني أجمل، ليتس جو أمي يا ولد، مارسيال ليتس جو الثاني ليتس جو، الله 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 لا 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 لا، والله هدف يلا طيب سنتين جو، ممتاز فلنتي يس، كسر لا واضح وين؟ اوف طيرتها، لا اله الا الله، اوكي نهايه المباراه ليتس جو، اوكي بنيادير جاب لنا بلنتي، هو تسبب في البلنتي، قدم مستوى كويس يا بنيادير، نعم صنع لا ما صنع لكنه كويس والله، لاعب جيد يا يعني. خفيف وسريع، جسمه كويس، تمركزه ممتاز، بس مشكلته الهاي هاي لانه يرجع شوي ورا، الحين تحصله ورا، لكنه كويس جدا، انصحكم فيه يا عيال، اتمنى انكم استمتعتوا بالمقطع يا زر اللايك، تتابعون حساباتي تحت، اشترك في القناه اذا ما كنت مشترك في القناه.